اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه تفجير وتدمير. عايز اقول لكم يا جماعه الخبر حلو قوي ان انا فتحت اكونت الاوريجن بتاعي وضفت له باتل فيلد في عشان انا عارف ان هي هتفتح الاوبن بيتا اللي هي الفري، يعني هتفتح انا عايز ما قريت 6 سبتمبر يعني كمان 3 ايام كده بهذا ان شاء الله اجربها. هي تقريبا بيقولوا هتفتح من يوم 6 ل 11 9 يعني فتره، يعني يجي 5 ايام كده او حاجه. فان شاء الله اجرب في الفتره ديت اعمل لكم جيم بلايز حلوه اللعبه ديت، ادور على ناس بقى العب معاهم اللعبه ويا رب يعجبكم الفيديوهات ديت يعني. وحابب اخد رايكم في حاجه يا جماعه، يعني دلوقتي في الالعاب الحربيه الجامده اللي هي نازله الفتره الجايه، في عندنا باتل فيلد في وفي كول اوف ديوتي بلاك اوبس 4 وفي ذا ديفيجن 2 تمام. طبعا يعني خلينا اقول لكم بصراحه ان كول اوف ديوتي مش حاببها قوي، نظام الاليين والكلام ده والجندي يطير انا ما بحبش الكلام ده خالص، فغالبا ديت مش هشتريها. دلوقتي ما بين باتل فيلد في وما بين ديفيجن 2، انهي اللعبه الافضل من وجهه نظركم اللي انا ممكن لو اشتريتها تحيل القناه تعمل شغل جامد على القناه؟ انا بالنسبه لي انا حاسس ان ديفيجن 2 هتكون حلوه قوي، خاصه ان هي بالدبلجه، تبقى لعبه مدبلجه وبعدين الجرافيك بتاعها جميل، فانا برضو حابب اخد رايكم يعني. بس اتمنى برضو ان الالعاب دي ما تبقاش غاليه قوي يعني عشان اقدر، انا مش هشتري الاثنين طبعا عشان مش هقدر اركز في الكلام ده كله يعني، انا بفكر بس لعبه واحده منهم اللي ممكن اشتريها يعني. برضو يعني خلينا واقعيين، لو كان السعر مناسب ما يبقاش السعر اوفر قوي. بس انا بس اللي عايز اعرفه منكم، انتوا شايفين باتل فيلد في احسن ولا ديفيجن 2 احسن، ولا نصبر للبيتا عشان نحكم؟ يعني قول لي رايكم برضو يا جماعه وبس كده، وشكرا جدا لكم والقاء اخر في فيديو جديد.